كلهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هذا الخوف أيوة. للاستئجار أيوة. في البدايه 35 يوم بعدين عادي، وعشانك انت بننزل لهم طبعا عشان المحل يفتح زي كذا. تمام تمام. واي احد يبغى رفوفه زي كذا يبغى يتاجر يتفضل، في بالنسبه وفي بدون النسبه. ما شاء الله تبارك الله، كويس تمام. يتفضلوا في اي وقت. ما شاء الله. لمين؟ لقناه ابو مطران. لقناه ابو مطران يتفضلون في اي وقت. ايوه، والاسر المنتجه كلهم. الاسر المنتجه كلهم يتفضلون. ايوه ما شاء الله، يعني انت الان ما شاء الله عليك، انت الان طمنت المتابعين وطمنت الزبائن على انهم يجون وفي تخفيضات وفي ايوه في تخفيضات وفي كل حاجه اللي يبغون احنا مستعدين لهم. ما شاء الله عليك، حيا الله متابعينك في اي وقت. شكرا لك، بهم فرصه سعيده هذه في هذا المكان، الليله الافتتاح الجديد لهذا المكان الطيب. هذا هو حكايه قهوه، ما شاء الله تبارك الله، محل جديد للحلويات. يا يعني الرقم وهذا هو الرقم للتواصل مع المكان، هذا هو رقم للتواصل مع هذه البنت المشرفة على هذا المكان، وتواصل أيضا مع الأسر المنتجة عن طريق الرقم